توفيت أم سعد بن عبادة رضي الله عنه، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إن أمي كانت تحب الصدقة، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، وعليك بالماء، أي تصدق عنها بسقي الماء، أفضل الصدقة سقي الماء. تخيل امرأة سقت كلبا فغفر الله لها، ورجلا أدخله الله الجنة بسقي ماء لكلب، كيف بمن يسقي أمة من الأمم؟ مد الخطى واستمر يا ندوتي العالمية، يا ندوتي العالمية، للخير دومي رحابا خصبا لدين ودنيا، خصبا لدين ودنيا. مد الخطى واستمر يا ندوتي العالمية، يا ندوتي العالمية، للخير دومي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. أيها المتبرج جزاك الله خير. اليوم جئنا هذا مدرسة حكومية ما كان عندهم في الماء، بمساعدتكم خرج هذا ما، شكرا لكم جزاك الله خير، خاصة شكرا جزيلا لندبة العالمية لشباب الإسلام. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صدقة سقي الماء. كما رأيتم الناس، أهل مسجد والمدرسون والمعلمون كل جاء اليوم في يوم العطلة، ولكن إن شاء الله يكون في شهر سبتمبر يكون في هنا يدرسون تقريبا 1000 طلاب وطالبات، إن شاء الله يستخدم لكل هذا ما عند يكون ميزان حسناتكم. شكرا لكم جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.